هشام شبر رجل عثمان مهووس مسرح بالقضية، سلوك يومي ومدونات غير لما أقرأ، بس أنا أقرأه هو يكتب كل حياته في الشارع، يكتب يهم، عاشق فعلا للوطن بلا أيديولوجيا، محارب بلا سجن صدق، هاشمي بالادعاء، علوي بالحقيقة، حسيني منذ أن عرفته بالمعنى الإبداعي وليس أيضا بالمعنى النسبي. أنا
أقصد أرددهم أبنائي أصدقائي، أنا أقصد ترديد هذه الأسماء فهي أيقونات وطنية، هي كنصف التحرير، فلنتخلص جميعا من عقدة الخواجة. هذا العنوان أنا ما يعني حقيقة، وسبقني الناقد الكبير الدكتور علي ناشز عنوان أفراني للإخراج، هو بس العنوان عبرات جملة واحدة قرأت العاملي أخرجت. نتمنى التوفيق ان شاء الله دائم والنجاح، ومفخرة حقيقة لكل البلد استاذ هشام. Thank you.